المقابله اللي ديال ثلاث نقاط اللي تخلينا في لاكورس على الشامبيون. مشكور الجماهير ديالنا الوداديه ومشكور اللاعبين على المجهودات اللي تقدموا. اليوم نحاولوا نطوروا الصحافه ديال البطوله، غادي نحاولوا نبقاو ان شاء الله نرسوا حتى لاخر دوره كما قلت غنطوروا الصحافه ديال البطوله ونفكروا ان شاء الله في الماتش اللي جاي ديال الشامبيونز ليغ. ماتش بالنسبه لنا ديال العام، ماتش ديال حيث او موت، مازال كلشي بين يدينا، نحاولوا ان شاء الله نخليو رجلينا في الارض، حنا في واحد المناعره ديال صعيب شويه، تنحاول ان شاء الله اننا نقدسوا تحضياتنا وبالدعم ديال الجماهير الوداديه ولا الجماهير ولا الشعب المغربي اللي عارفين السند ديالنا، نتمنى نكونوا في موعد ان شاء الله نمشيو نجيبوا نتيجه اللي تكون ايجابيه من الاخر. ونجم نعرفوا ان الروتور غادي تلعب هنايا في دونور، التيران اللي خديتوا فيه لقب الشامبيونز ليغ ديال الموسم الماضي، شنو كيمثل لكم هذا العام؟ خصوصا ان الذهاب غادي يكون خارج الديار. بطبيعة الحال الماتش اللي تيكون هنايا في كازا وبالجماهير ديالنا اللي تتكون مدوره الملعب والسند ديالنا وبالنسبه لنا هما رقم واحد لجميع اللاعبين، الهدف ديالنا الاول ان شاء الله هو اننا نمشيو للميسر ونجيبوا نتيجه اللي تكون ايجابيه ومن بعد نفكروا في المقابله ديال العوده ان شاء الله. وي بيان سور، دابا لو بلوز امبورتون حنا كنا في الجوب اجوردي جبنا 3 بوان باسكو الشامبيونات هو مهم، وكنا كونسونتري 100% على الماتش ديال تيتوان. ودابا غادي نرجعوا ان شاء الله ومع اون باس كونسونطرا 100% سور مات لا فينال. ماش ما غادي يكون ماتش سهل، ايه الحمد لله الحمد لله تفاصح حنا الميدان ما كنخافوش وغادي نعملوا كلشي اللي في الجهد ديالنا وان شاء الله يكون خير. شفنا في هاد لي ماتش الاخرين رضا اخر قتاليه كبيره، واش بهذه الطريقه كتودع الجماهير الوداديه خصوصا انك قلتي لنا في الانترفيو ديال لي ماتش اللي سابقين باللي غادي يكون هذا اخر عام ليك مع الوداد؟ لا جو بونس غايتي مال كومبري باش هذاك الشيء اللي كان مال كومبري، مي لو بلوز امبورطون هو دابا جو في مكونسونطرا 100% باسكو كاين دي ماتش تري امبورطون دو زان مومون تري امبورطون دو لا سيزون، دونك اون فا ميتر تو سا دو كوتي. انا مع الوداد وغنتقاتل مع الوداد وغادي نعطي كلشي للوداد ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.